مرحبا ولا شفت الواد نزل شعره من بلط في الديسكو؟ شفت البت بتاعتي الواد نزل شعره من بلط في الديسكو؟ شفت البت بتاعتي الواد نزل شعره من بلط في الديسكو؟ بيقول ايه ده؟ طب شفت الكلب بتاع البت بتاعت التت بتاع الواد ابو جيل الشعر اللي مبلط في الديسكو؟ ايه انزل يا كوت يا جماعه. هو الرقم 10 الرقم المصري 10 ارقام صح مش 9 8 المفروض يعني حضرتك 11 رقم هايدي ايري اللي انت كاتباه كده 30 لك يا عم شو عم تخدم هني بيعطوك اياه ولا لا والله ادوهم لك يا ماما كل الحاجات هني بيعطوك اياه بص انت بس قبل ما تسافر على طول اي حد بهزر والله بهزر فانت ما تحطيش ده في دماغك حطي في دماغك ان ممكن ترجعي ولا لا وبعد كده نشوف بعد كده الموضوع ده هو ده انه هي عم تعيش حالها لحالها انه ما حد ترجع يا سكيمه هي بتعيش حالها لحالها والله بتعيش نفس الحاله بس بدي اخد منكم بس ايه طب انا رقمي برايفت انا رقمي تخديه من السفاره السفاره والله دول بص عامل لك ازاي انت بتشرب ايه يا نهار اسود شفت ادينا شفت ادينا والله البنت دي يا لهوي ما لكيش حل والله العظيم عسل انت جنب حد يا دودو صباح الخير قبل ملح وسكر قلت فين انت ما قلتيش والله يا وليا اوكي اوكي خلاص طب عشان اكتب مكانش انا بكتب حبيب مكانش عباس هذا كله رقمات ما في انه نص رقم غيرك 11 رقم هلا كل عيده بده اطلبه بس فيلم هو لاحكيك لا يا حبيبتي يا عباس انا زلق انا اذا فيلم هون زلق بدي اطش لك راسك ما تفكر انه حياتك هتضرب انت وسعد وايهاب هو دول مش انه الموضوع طبيعي كل ساعه والله بس بدي منكم شغله واحده عبد الله كلميني بعدين لا مش رد عليك رد عليك لا بدي منكم شغله واحده انه وعد شرف نهار اللي بنحط ديت انه نيجي كلنا على لبنان نكون كلنا بلبنان وسعد وعلي معنا بس خليها في الاجازات ايوه خليها في الاجازات بس عشان حاجه في اجازات ما نص احنا كلنا لو بعد 6 اشهر ماشي بس نيجي هذا بس اعرف انكم جايين حضر البروجرام جمعه والله بتل انا فرحان ولا يا لا ولا على فاهم يما عايزينها تبقى عرفت تبع اللب طب ليه انت تشغل انت صعب وما تحبقش يا حبيبي يا نهار اسود بقى اللي بيحصل جنبي انا معايا اثنين معاقين يا جماعه في الاوضه بدي اقري مش كاتب من ايام المدرسه شو رقم انا اصغر من ديك سنه حصل في تاريخ المدرسه حصلت على طريقتين هاتوا الايه يعني خبطه واحده نقيب ولا كلها شرعي؟ 9 6 1 والله العظيم انت كام؟ 6 5 انتوا صاحي ما تعرفوش مين هو رياض البنطلوني انتوا مين رياض البنطلوني؟ رياض البنطلوني ده بيألف بيرسم لها واحد احمد ربي لا يعني مش المفروض ان انا نعمل حاجه ابن فين ابن بلدي ابن فين على عباس يعني محدش يقدر يكلم عباس هنا يا سعد هذا بيت وراجع على البيت وهذا جنينه والصحاب قلت لها بيت وهيك انا رايحه على البيت انت هلا كنت انا وصحابي بنولعها في المدينه تشتغل بنولعها مش كده فكرتني باخويا عبد الرحمن برضه ايوه ما ده كان شو ما كان متذكرها باخو عبد الرحمن كل اي حد نسيم هذيك المره تفركشت فت بالباب يا الله بتذكرها خي عبد الرحمن وقعت على السلم وفوق تحت بتذكرها بتفكريني باخوك يا عبد الرحمن
ايوه اخويا جميل زيك. فاكرين بجد بجد؟ ربنا ربي يخليه لك يا رب. فاكرين موعد صحابي وياخدك دي بنولع الدنيا. انا بشر ليه شفتيه في افراح كبير يعني كبير يعني اللي اكبر منك بجد والله كبير اصلا. انت